السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهاردة يا جدعان؟ نشرح طريقة ازاي طريقة الشحن ببجي الكورية عن طريق برام بلس. اهم شيء يا جدعان انكم تعملوا بتاع دوت في بي ان اليابان، والعرض موجود على في بي ان اليابان زي ما احنا شايفين، وبنص التمن ب60 جنيه، وما تخليش اي حد يشحنولك ولا ب70 ولا ب90 ولا ياخد فلوس خالص. كل اللي عليك يا جدعان هتدوس كده، تدوس كده، تدوس اوكي اوكي العرض اهو يا جدعان ب60 جنيه بالظبط. فكل اللي عليك هتعمله ايه؟ هتخش تدوس متابعة طبعا، وتدوس اضافة بطاقة ائتمان، وتحط البطاقة. لو عندك فودافون كاش احلى حاجة بقى، لو عندك فودافون كاش هتدوس امشي معايا خطوة بخطوة، هتدوس نجمة 9 شباك، هتدوس اتصال. تمام، دي اول حاجة. وبعد كده يا جدعان هتعمل تالت واحدة اللي هي اسمها تالت واحدة خدمة شراء اونلاين. بعدها بالظبط بدقيقتين بيديلك فيزا. الفيزا دي بتاخدها يا جدعان وبتحطها مكان ما انا ايه دوست في الفيزا هنا، بتحط طبعا تاريخ الانتهاء وكل حاجة كأنك عامل فيزا بالظبط، بس اعملها ب65 وال5 جنيه بترجع لك. دي شحن طريقة ببجي الكورية. انا لسه شاحن ببجي العالمية ومرضتش يعني اشحن ببجي الكورية. تمام، ورغم ان الحساب اللي انا شحنته جديد، ولو الحساب ده كده ان حد عايزه ولا حاجة يعني برضه كان ايه عرضه، يعني زي ما انتوا شايفين في ام سيفن وكده. احنا هنبتدي بس نتكلم على نقطتين برضه، خليك معايا لاخر الفيديو. اول حاجة يا جدعان ان شاء الله انا فاتح الكارنة ديت عشان حاجة مهمة برضه، عشان ان شاء الله باذن الله هنبتدي نعمل مسابقات ورومات وعلى رويال باس، يعني هيبقى ايه اطور من الكارنة جامد. يعني مش هدف ان انا هنزل احتراف بس، ان انا لان في ناس كتيرة محترفة احسن مني بكتير ونزلوا فيديوهات احسن مني، فهدف انا غير كده خالص. هدف ان انا بالكارنة دي ان انا اعمل رومات ومسابقات والحاجات دي كلها. ف يعني الدعم بتاعكم انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وكده، عشان نبتدي ايه نخش على الحاجات اللي انا بقول عليها دي. اول حاجة يا جدعان. تاني حاجة، لو حبيت تشحن، يعني بص اقول لكم على حاجة يا جدعان، الشحن هنا ارخص كتير من الشركة وكده، يعني حاول على قد ما تقدر انك تشحن لنفسك، ما تخليش حد يشحلك. اللي بيشحلك بياخد 40 جنيه، حرام. في ناس بتاخد 30 جنيه، اقل واحد بياخد 30 جنيه. يعني هنا الرويال بس 600 شدات، هنا 600 شدات قليلين، هناك بياخدوه بكام يا جدعان؟ بياخدوا أقل حاجة 30 جنيه، وفي اللي بياخد 50 جنيه، يعني حرام. وفي اللي بينصب عليك. فاحنا النهاردة يا جدعان زي ما شرحنا كده عملنا ايه في بي ان اليابان، فده ايه ببجي الكورية. خش على ببجي العالمية طبعا، معلش الفيديو هيطول معاكم شوية شوية. يعني كل اللي عليك كنا عندك خط فيدافون كاش نجمة 9 شباك، خدمة شراء اونلاين. تمام يا جدعان، بيجيلك تحدد قيمة الفيزا بتاعتك. يعني ايه انا عملت خدمة شراء اونلاين؟ ركزوا معايا. بعد ما بعمل خدمة شراء اونلاين ايه اللي بيحصل؟ ثواني اقفل الصوت بس. بعد ما بعمل يا جدعان زي ما انا قلت لكم
خدمة شراء أونلاين بعمل ايه بالظبط؟ أنا لسه قايلكوا ايه، شاحن رويال باس، ال برام بلس. واو تمام التجميع لسه امبارح، ما كملتش يعني. تمام، وكل يوم باخد 20 اهو، الحاجات اللي انا هجمعها كل يوم. بعد ما بعمل يا جدعان خدمة الشراء اونلاين، حدد القيمة كام الرويال بس في العالمية، 75، لا انا هحدد اخليها 80، وال5 جنيه هترجع لي. الناس بيشحنوها بكام؟ ب110، واخدين 30 جنيه. حرام يعني، حرام يعني. انا لو حد يعني احتاج ان انا اشحن له، يعني انا مش عايز ولا جنيه زيادة. حرام ان انا اخد جنيه منكم مكسب وكده، انا مش عايز ولا جنيه. فانا برضك يعني ما نصيحة، ما تشحنش من انا، لا اشحن لنفسك. ما بتعرفش؟ لا جرب، جرب مرة واثنين وثلاثة. طب انا ما عنديش خط في تليفون كاش ولا عندي اي حاجة، اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه، لو ما عندكش فيزا ولا اي حاجة، انت مضطر انك تشحن من حد مضمون. ما تشحنش من اي حد خالص الا يكون واحد مضمون، غير كده ما تشحنش من اي حد. هتشحن من اي حد بياخد منك فلوس كتير، حرام يعني. انا شايف ان الفلوس اللي بياخدها حرام، انك انت ايه تديها للواحد يعني 30 جنيه 40 جنيه مكسب، حرام. فهو موضوعنا النهاردة يا جدعان، كنت بتكلم عليه، على شحن برام بلس بنص التمن. طيب اللي متابع معايا الفيديو للآخر يركز كده معايا برضك شوية. اللي في العالمية، لو انت اول شهر بتدوس على البتاع ده وتدوس اشتراك، تم الاشتراك كل حاجة، بتشترك بتاخد 300 UC كل يوم 20، 10 ايام جمعت 300 التانيين بقى معاك 600. بتخش تشتري الريال باس دوت ب 600، بقى ما بتشتريه، ركزوا معايا كده، بيجي لك تاني بعديها ب10 ايام حوالي 150 ولا 300 تاني. جمعت انت كده كام؟ 900 UC بكام؟ ب76 جنيه، يعني 88 جنيه انت شحنته لنفسك. طيب اسعار الناس بره كام؟ يعني ال4 دولار، ال10 دولار ب600 UC، كام ال10 دولار؟ 160. الناس بتشحنه بكام؟ طيب في اللي بيشحن يا جدعان اقل حاجة ب180، يعني هو الموسم ده اغلى موسم، وبيشحنوا ب185. حرام ال180 و185، حرام انك انت تشحن ده كله وبتديله مكسب حوالي 20 30 جنيه. في اللي بيشحن ب200 جنيه. طيب في خصم، في شركات كتير بتبقى عاملة خصم بتشحن ب150، بس معظمهم منصبين. انا مش عايز حد يتنصب عليه خالص، يعني احذروا النصب يا جدعان، احذروا النصب، احذروا النصب يا جدعان. والنهارده كان موضوعنا عن الشركة اللي انا قلت لكم، اه والله حساب لسه جديد، لسه جديد. يعني انا شحنت في ببجي العالمية وسبت الببجي التاني، حساب لسه جديد، عشان محدش يقول لي لا انت ما شحنتش، او انا شاحن زي ما انتوا شايفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير على قناتي جي سحسو، وان شاء الله يكون في فيديوهات مسابقات كتيرة ان شاء الله بإذن الله.